نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حديث لا صلاة لمن يحضره طعام، هل يدخل فيه إمام المسجد؟ إمام المسجد ما يخلي عشاء وقت حضور الصلاة، لكن لو قدر أنه صدفة حضر الطعام يأخذ نهمته منه قبل أن يذهب، يأخذ نهمته وما يسكن شهوته ونفسه ويروح يصلي، وهذا ما يأخذ منه وقت، يعني لحظة. نعم.